بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على تاج جديد اللي هو تاج sub. هذا التاج اختصار لكلمة sub secret. هذا التاج إيش فكرته؟ هذا التاج يضع لي نص في الأسفل، مثلا كتبت welcome to my، شوف my band sub website. لاحظ الآن، خلينا نشوف التطبيق. شوف my فين جات في الأسفل، تيجي في الأسفل صغيرة. طيب ايش فوائدها؟ هذه في الغالب تنفع مثلا في الكيمياء، مثلا لو كنت تكتب معادلة CH وتبغى تكتب مثلا 2 تحت صغيرة، ممكن تكتب sub يعني في المعادلات الكيميائية او اي شيء يكون في الاسفل. لاحظ الان كيف جات CH2. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.